أبو تحسين، خلص تنظيف المطبخ، اللي شو بتحب تاكل لحضر لك؟ الله يعطيك العافية خيتي أم سليم. يعني على ذوقك، أنا والله ما عندي مشكلة. أم سليم، نحن رايحين على الحديقة، إذا حبيتي بتروحي معنا. اللي بتأمر فيه أبو أيمن. بدك شيء؟ لازمك شيء؟ بدك مساعدة؟ يسلموا أبو أيمن، ما في شيء محرز. الو ابو الجرايد، ما يتغفل ابريما، مزاد علني لفاكهه الشمام، لك مصلحه شان الله. شوف لي وين يا شباب، ما حدا قال طيب، يعني صممنا لكم الكاسات والصحون. هذا قبل المشروع ما كان عامله رسم، يعني شغله كثير عادي. لا يا ابريما، لا ما هو عادي، بل أكثر من عادي. أهلاً بالفنان الشاعر. حبيتك وكتير يا زهرة. وأنا شو وضعي جرير؟ قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك. عرفت ذاك أم لم تعرفي؟ شبكي؟ كتير حاسة حالي قلقانة ومتوترة. من شو؟ لك ما بعرف، حسيت حالي تورطت مع يزن انه هيك اطلع بالافتتاح وغني قدام جمهور. جمهور؟ انك كم بني ادم عملتي لي اياهم جمهور؟ والله خايفة يغمى علي. يغمى عليكي؟ لك انت عم يتهيأ لك، انت صوتك حلو بتغني حلو، مستحيل ما بنخاف عليكي. طيب بس بدي اياك تكوني معي، لا تتركيني ابدا. اكيد رح كون معك، مجنونه انت، مستحيل اتركك. طيب ماشي، يلا باي. باي. مرحبا لؤي، شو عم تساوي؟ تمام والله، كنت عم فكر اذا بنلتقى. ايه طيب، يلا انت خلص وحاكيني، انا راح اتحرك هلا. ما بدي بالبيت. لا خلص خليها برا. اوكي عادل، بخلص شغلي وبلاقيك. سلام، يعطيكم العافية يا شباب. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ لؤي، شرفتنا. الأستاذ تيسير مندوب مؤسسة الخير للجميع، هو اللي راح يتابع الإجراءات وسير العمل حسب الكشوف مثل ما حكالي، وهو اللي راح يسلمكم الشيك. بس أنا شايف في عنا مشكلة كبيرة يا أستاذ لؤي. خير، الله يبعد عنا المشاكل. عفوا أستاذ، كيف يعني؟ يعني أنت لازم تخبرني قبل ما تشتري موادك وتقدم لي كذا عرض، بعد أنا وياك مندرسهم ومنشوف الأنسب. أما هلأ بعد مو مخلصين، شو فيني أقدم لكم أنا؟ طول بالك أستاذ تيسير، حسام تيسر شوف شغلك وخلي أم سليم بطريقك تعمل لنا شغلة نشربها. تفضل، خلينا نحكي كلمتين وما راح تكون إلا راية. شو شكله ما عجبه الموضوع؟ نحن تجاوزناهم يا شباب،
كان لازم ما نشتغل ولا شيء قبل ما يجي حضرته. في وراقه وما بعرف شو اجراءات. اي ما بدهم بلا. لك شلون بلا بتقلي بلا؟ والديوني اللي تديناها يا زلمه. حبيبي السياره بتكفي وبتزيد، لا تخاف. بالله ليكون فكر معك شي لامبورغيني والله وما لي خبر. اكيد انت بتعرف حماس الشباب. انا لما خبرتهم بموافقتكم على المشروع تحمسوا مثل العادي. وراحوا تدينوا مبلغ على أساس يردوه بعد فترة قصيرة. وإنت هلأ إذا ما بتتعاون معهم كأنك بتهد المشروع على رأسه. يا أستاذ لؤي، ما أنا جاي للسعادة، بس ما خلوا لي ولا طريقة. في خطوات بدهم يعملوها وهني يتجاوزوها. ما في شيء ما له حل أستاذ تيسير، وتعبك معنا هاد ما رح ننسى لك إياه أبداً. إنت هلأ امساح كل شيء شفته من ذاكرتك واعتبر انك شفت ارض وبس، ونحن رح نبدا معك من الصفر مثل ما بدك. رح خلي الشباب يجيبوا لك 3 عروض اسعار، والثالث منهم هن اللي اعتمدوه بالشراء وهو الارخص طبعا، واذا بدك بتواريخ جديده ومن بكره كمان. يا استاذ لؤي، اذا بيوصل الحكي هذا للمؤسسه انا بده يصيبني وجع راس. فضل حطهم بالصوره واشرح لهم، وبصفتك انت الوكيل القانوني للشباب بإمكانك تجتمع باللجنة وتشرح لهم وجهة نظرك. هلا أنا ما راح أضغط عليك وما راح أعمل غير اللي أنت بتقرره. ولو كان الموضوع فيه أي تحايل على المؤسسة بالتأكيد أنا ما راح أقبل فيه. المهم إنه إحنا نتعامل بروح القانون مو بقيوده الظاهرية. عم بيحكي صح ولا غلط؟ يا أخي أنا موافق، بس لازم نسرع بالإجراءات الورقية. مثل ما بدك أستاذ سيسير. مول يا باشا. شو الوضع؟ عم تفتح لعيونك منيح؟ أكان يا معلم، متى ما صار شي بخبرك فورا بأرضا. هذاك الشيف مع درجة؟ ما شفته ولا مرة، ولا رايح على الكافتيريا شوف الوضع. فرانكا صار معلم. يسعد اوقاتك يا باشا. اهلا بالاستاذ نوار، تفضل. اهلا وسهلا فيك. اهلا بيك. فكرت لنا بالموضوع؟ دورت لنا القصه براسك منيح؟ الحقيقه ايه، فكرت. وحسبت لي شو لازم ادفع؟ مع انه يعني الشريك السند هو راس مال بحد ذاته، ولا انا غلطان؟ مع هذا وكله شو بتقدر؟ انا جاهز بدفع. الحقيقة يا باشا، وبتمنى ما تنزعج من كلامي، يعني أنا كتير مقدر صحبتنا ومتفائل فيها كتير، ومتفائل إنه تعمقت علاقتي فيك. بس أنا طرحت الفكرة على شركائي وبصراحة ما حبوا الفكرة، فبتمنى ما تتضايق. لا لا أبدا، أنا ما راح أتضايق. إيش لا أتضايق؟ أنا أصلا مهيئ نفسي طول حياتي من برا ومن جوا إني ما أتضايق، بس في شي جوا مغوشني. يعني أنا اللي بعرفه إنه أنت ما عندك شركاء. أول مرة بسمع بقصة الشركاء تبعك هي، من وين جبتها؟ هو بصراحة هو شريك واحد، وأنا طرحت الموضوع عليه وعلى الموظفين اللي بيشتغلوا عندي بحكم إنه هن شركاء كمان. بس بيعجبني الوضوح والكلام الدوري. شوف يا عيني، أنا ماني مزعوج منك ولا من كلامك، أنا مزعوج من شركائك لأنه ما فكروا بالموضوع وما دوروا القصة براسهم صح. طيب أنت ما قلت لهم إذا انزعج الباشا ممكن إنه يقلب الطاولة ويمسح بكرامة المؤسسة الأرض ويقلب عالية واطية؟ بس بورقة واحدة أنت بتعرفها منيح. عندي أوراق كتيرة يا نوار، وبتحب أنا جاهز بفرشهم قدامك. اسمع من هالدقن، روح ارجع اجتمع بكافة الشركاء ودروس معهم الموضوع بوضوح كامل وشديد. يا أخي يعني خلي طابع الاجتماع الشفافية، يعني مثل اجتماعنا هذا. بدنا نطلب. شو بتحب تشرب؟ لأنه عناد شوفت عينك.
عم يتحرص ما بعرف شو بده يساوي. ولا تنسى تعطيني نتائج اجتماع. كيفك عادل؟ دايما متأخر، دايما دايما، ولا مرة بتجي على الوقت يا رجل. شو نسيان حضرتك اني مشغول بمشروع بنتك ورفقاتها؟ بعدين انت ليش عم تجي بكير ما بعرف؟ يا خوفي عليك من جهلة الخمسين الستين. جهلة؟ أنا؟ الله يسامحك. مرحبا أستاذ عادل. أهلاً وسهلاً. كأنه ما عرفتني. أنا رشا صديقتك على الفيسبوك، وقلت لك أني أنا معجبة بحضرتك وبأعمالك، وحابة أقتني عمل لحضرتك. يا أهلاً وسهلاً، بشرفني الحقيقة، بشرفني، شرفت فيكي. طيب أنا بس كنت حابة أسلم عليك، يلا بالإذن. شرفتي. معجباتك كتار يغزي العين. إيمني لؤي، أنا بورطة. خير، شو صاير معك؟ مالي سعيد، لاني مبسوط. مادياً؟ بكل شيء، حياتي كلها. زواجي اللي صرت حاسه ميت، ومهنتي ما عم بعرف. تذكر لما قلت لي اسلوبك جديد وقلت لك تغيير ضروري؟ كذب، ما في تغيير، انا ما تغيرت. القصة انه انا ما عدت اعرف اشتغل مثل الاول، وكأني ارد اعطوه الوان وريشه وتركوه يخبص على كيفه. الان حاسس حالي غرقان لك يا لؤي. عادل، أنا من زمان حابب إنه نقعد ونحكي، بس أنت اللي عم تتهرب. ما كنت قدران واجه حالي لحتى واجهك وإلا أنا حاولت إني ملي هيك وقت فراغي بأمور تانية. أمور مثل شو؟ أنا انتصب علي. انتصب عليك؟ كيف؟ يعطيكم العافية. أهلين مدام، يا هلا، شرفتينا. كيفكم؟ شو أخباركم؟ الحمد لله تمام. شو بتشربي؟ لا لا، ما بدي عزبك. ليك شو حلو طالع. أعمل لك فنجان قهوة. ياي، تعي تعي تعي. فوتي فوتي نقعد جوا. يلا. كيفك مامي؟ مقمقمة حالك وموسخة حالك ومخلية. تفضلي مامي، تفضلي. أي تفضلي، خبرينا شو سبب هالزيارة؟ ما في شيء، جيت شوف شو عم تعملوا. بعدين داخل إيه بالبيت؟ داخل إيه. طيب شو رأيك ترجعي للكتابة بدل ما يضل ضايق خلقك؟ والله ما بعرف، أصلاً ما عم يطلع معي شيء. ليكي بلش يبين شغلها كتير حلو. الله يعطيكم العافية حبيبتي. إيه، لفي ودوري على الموضوع، لفي ودوري. عادل، انت سمعان حالك شو عم تحكي؟ وعيان على حالك شو عملت؟ بنت قد بنتك بتخليها تضحك عليك؟ يعني كنت عم بلي حالي، عم عبي حياتي بأي شيء، وانت بتعرف قديش علاقتي بهنادا متوترة بآخر فترة. هلأ بس هاد ما ببرر لك فعلك. هلأ ما بدي ناقشك أنا بردة فعل هنادا إن عرفت بالموضوع، بس سألت حضرتك سؤال، إذا ريهام عرفت بالموضوع شو ممكن يكون موقفها؟ أنا حكيت لك لتلاقي لي حل، مو لحتى تبادلني. أنت مثل اللي عم يلعب بالنار، بأي لحظة ممكن يحترق ويحرق اللي حواليه. تعرف الصديق يلي بشوف صديقه بحاجة كف لا يصحى وما بيطرق إياه ما بيكون صديق. وهي أنا هلأ محتاج عوض المبلغ اللي سحبته. وهي الصبية اللي كانت بدها لوحة بيعها كمان عم تتمسخر؟ هلأ بالنسبة للمصاري مو مشكلة، موجودة، بس أنت مشكلتك مو بالمصاري، مشكلتك بالفراغ.
طيب حاول تجرب التدريس. قلت لي من فترة إنه في جامعة تواصلت معك مشان الموضوع. قالوا أي ما بزبط. يعني القمرة بدي أحكي ما بزبط بالتدريس. ومن شوي قلت لي إنك ما عم تحب ترسم مثل أيام زمان، وما أنك رضيان على النتائج اللي عم توصل لها. كل الحالات اللي عم بتمر فيها عم تتضخم وبتكبر من الفراغ. لك عادل، انت لازم تلاقي شيء مفيد تعبي فيه وقت فراغك. جعبالي الوان، جعبالي الوان، جعبالي الوان. عادل، حضرة حالك منيح؟ حاسة حالي كتير خايفة وقلقانة، بس أنا بحس إنه إذا خفت كتير على شغلي رح يطلع كتير منيح، ما هيك؟ إيه طبعاً هذا هو الصح. بيقول رفيقي سامر الله يذكره بالخير، بكرة بتتعرف عليه، الخوف يولد حالة صحية في الظرف الإبداعي، وانت اسم الله عليك. شكراً. ترك من إيدك مضار، وفيك تفهمني ليش هيك عم تعمل؟ عن شو عم تحكي؟ ما فهمت. ما عجبك تاخد حبة الضغط تبعك إلا قدام سعد؟ واحد نسي ياخد الصبح وقلت بلحق حالي على الغداء، وين المشكلة؟ لك يلحقوك بالأموات. لك مضار أنت هيك مو بس عم بتضر حالك وعم بتضر اللي جابك، يعني عم بتضرني. مرافقة، نحنا عم نشتغل مرافقة، يعني لازم نكون حديد بحديد. بعدين عم نشتغل عن شخص مهم، هذا الشخص المهم إذا حس إنك زراطة أو ممكن تفرض بين إيديه شو قل له؟ ما فهمت، من أيمت كان المرض ممكن يكون عيب والعالم عادي تكون مريضة وتعبانة؟ يعني زين بدي أفهم منك شغلة، كأنه ما عاجبك شي فيني. أنا لو مو عاجبني شي فيك وشاريك وبدي إياك وبعرفك سكرت وقبضاي ما بجيبك عالشغل، بس عم قلك مو وقتها، مو وقتها يحس إنك عم تاخد دواء. وقدامه إذا حس بيقلي مشيه، وأنا ما بدي مشيك، بدي إياك تضل جنبي. يعني كرمال رضا سعد باشا أنا لازم أترك الدواء. هذا اللي فهمته من كل حكي؟ الله ما بعرف. انسى. والدتك الله يطول لك بعمره، يعني قديش حق الروشيتا تبع الدواء؟ تقريبا شي 175. تقريبا 175؟ ليه؟ زين كل شي غالي والدواء مستورد. حاضر، طالع جيب لك المصاري. ايه في بدي مون عليك بشغلة، اجرة التحويل. قديه؟ 25. اخ هلأ ما بتخافي ابدا، بتغمضي عيونك وبتغني كأنك عم تغني قدامي بالبيت، ماشي؟ أنا بس كنت حابة أخبركم أنه أنا كتبت هاي الغنية وبتمنى أنكم تحبوها كتير. أنا عن جد حاسة أنه أنا عم برجف ومتلبكة كتير، بس أنا مبسوطة أنه أنا رح أغني قدامكم لأول. كيف شباب؟ كيف شباب؟ لما سوا نكون حدا تاني بكون، تسلم لي العيون تحكي على الهدى، بتقلي ما في حدود الأحلام ما بتموت، غني لي وعلي الصوت بعدك ولا حدا، بتقلي انت الأولى يا شمس البتفى بنورة، بتقلي انت الأولى يا شمس البتفى بنورة، وحياتك ضلك أولى بعدك ولا حدا، بعدك ولا حدا. برافو. الله 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 الله. شو هاد علا؟ ما شاء الله عليكي، عن جد خامة صوتك بتاخد العقل. وين كنتي مخبية حالك؟ شكراً كتير، هذا من ذوقك. لا عن جد عم بحكي، انتي مشروع نجمة حقيقية، بس بدك تشتغلي على حالك لا تضيعي موهبتك شلون ما كان، ماشي؟ ماشي، شكراً كتير.
جبوني الناس بحالي بحالي أروح مطرح مروح غزالي وأنا شو؟ لوين العزم؟ على الحديقة بابا، ما من شوي كنت بالحديقة؟ صحيح كنت هنيك، بس أنا بدي روح أطمن على الوضع. عمك أبو يزن بينام وأنا خايف على الغلط حدا يسوق، مشان هيك بدي روح. طب خلص خليك هون، أنا بروح. لا لا لا، أنت فوت ارتاح وأنا بروح لهنيك، لأنه أنا أصلا مو جايني نوم. سيبوني يا ناس بحالي، يلا باي. بحالي أروح مطرح مروح. شو حبيبتي وين رايحة؟ عادي بس 10 دقايق، اسمعي اغنية بتغنيها بكره بالافتتاح ضيوفك. اولا انا مستعجلة كتير، ثانيا عندي شغل كتير كتير، وثالثا لازم امشي بسرعة. لا حبيبتي ما رح تروحي، بدك تادي وبدك تسمعي بدك تساعديني شوي، الله يخليكي. يلا انت صرتي كبيرة وبتعرفي تتدربي لحالك، يلا بعتيلي، يلا باي باي. مرحبا ابو يزن. مين؟ ابو ايمن. اهلين ابو ايمن، كيفك؟ ماشي الحال. شو جايبك بالليل؟ ما أنا جاي على أساس رايحك. شو جابني؟ الصراحة ما إجاني نوم، قلت لحالي بيجي بسليك. هلا هيك صار الحكي؟ معناتها أنا لازم بكرة إجي وسليك كمان. شو تجي تسليني ما تسليني؟ لك أنا أبو تحسين، اللي ما عنده شيء ما عم بجيبه معي مشان ما غلبه، تجي أنت؟ معليش لك أبو أيمن، جيبه معك، تتسلوا مع بعض. لسه بيقول لي نتسلى. أنا أبو تحسين عبجيبه بس بالنهار مشان يتسلى، بتعرف أنت وضعه، لهيك أنا ما بجيبه وما بدي غلبه بالآخير. تيجي أنت بدي غلبك؟ لا لا لا، أوعك تيجي. ها أوعك تيجي. فوت فوت فوت، لكان لعمل لك كاسة شاي أكرك عجم ونحكي لنا شي حديث حلو. بنعود شو عليه؟ بنعود يلا للف ويجيك يلا. يا زلمة شو هاد؟ دزينت معالق وحدة؟ شلون بدي اشتغل شباب؟ في كتير نقص، في كتير شغلات قايلكن عليها، ليه ما حدا عم يرد علي؟ خلص زراعة بدقنها، هي ورقة وهي قلم سايك، سجل نواقصك لنروح نخلق لك اياها. يا شباب أنا... لو أجلنا يوم أو يومين هالافتتاح كنا لحقنا كل التفاصيل وافتتحنا برواق. لا 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 حبيبي، كله صح وكله تمام وكله ضمن الخطة، اطمن وريح لي بالك. ما عملت؟ طيب انا رايح اتركهم تكمل الحلقه، انا رايح انا بساويهم. خلص تعي انت بسمعي كلمتي، يلا حاضر. زون شو؟ وين رايح يا زلمه؟ ما في وقت. بدي اجيب الي ساره واختها. اوكي ايه. لا تطول ايه. ما تقول غير العالم اجت. ايه خلص روح، عجبه ما عايز روح. روح يا زون. لك شو؟ وين؟ شو وين رايح؟ لوين رايح؟ لك يا أخي بدي جيب اللي صار وأختها، ضل ستي ما عرفت. برا بحياة ربك، معناها سناول معك نادين. نادين بحياة ربك، عندي شغل. ايه يلا يلا، يلا. فاتح لكم مكان، دعيلي وفا. إذا كان كل شيء منيح هنعمل لك حفلة يعني الخميس. ايه والله شكرا. تسلمي. بس يعني يا رب ايه يطلعوا علينا يعني، وإذا حلوين وما شاء الله. نحن يعني كمان هلا بس نغير ثيابنا بتطلع امورنا ممتازه. هاي اللمسات الاخيره تبعنا، شو رايكم؟ كثير حلو. واو. بياخذ العقل، كثير حلوه، ما توقعت يطلع معكم هي. هذا من ذوقك. يا زن رامي بيكون جوا؟ ايه ايه جوا، تفضلي. هذا لك. شكرا كثير. اهلا. يلا عن اذنكم. الله معك. يلا خلينا نلحق. مرحبا. شو ها؟ هذا انت؟ والله مو بصدق. ما دخلني هاي السماعات. هذا انت ما هيك؟ شلون؟
بتجنن. حبيبي انا اسف هلا فضيت لك، شفتي عجقه وشلش. يلا صار فينا نطلع لبرا، تفضلي. الله يعطيك العافيه يا رب، بس ما لي نضل هون حبيبي شوي؟ ايه فينا بس افتتاح لك بعرف، بس انه يعني بدي ضل بمكان هيك انا وياك لحالنا. ايه فينا. اعمل لك شيء تشربي شيء تاكلي شيء؟ لا لا تعال عم احكي بنفس الموضوع شوي. بابا انت حاكم على التلفزيون؟ لا بابا لا مو انا، هي مفاجأة من عمك لؤي. عن جد عمو؟ الحقيقة نص مفاجأة وصارت صدفة. انا كنت بمقابلة وعلى لامش حكينا عن مشروعكم وعجبهم كثير وقرروا انه يجوا. شكرا كثير، عن جد مفاجأة حلوة. عن جد مفاجأة حلوة. طيب شو رأيك أستاذ حضرتك تحكي معهم؟ لأنه أنت أكثر حدا مطلع على المشروع كله. لا هذا مشروعكم ولازم أنتوا كلكم تروحوا وتحكوا. حبيبي ما تعبتي من الوقفة؟ تعي نطلع لبرا، أنت هيك بترتاحي وتشوفي العالم شوي، وأنا على الصحافة ناطرتني مشان أدلي بدلو. لا حبيبي أنا هيك حاسة حالي دايخة شوي، ماني مرتاحة. ليك خلص روح أنت وأنا بشوفك من هون. لا معناها لازم اعمل لك كاست بردقان مع ليمون تروي اعصابك. لا 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 رامي خلص روح انت لشغلك وانا بشوفك من هون. ماني رايل اعمل لك كاست بردقان وليمون تروي اعصابك فيها تكه. نورت امي زن، نورت نورت. ما شاء الله ما شاء الله شو حلوه الكافتيريا. امي اذا في شيء مو عاجبك فورا. ها ابدا يا امي بتطير العقل يعني. يعطيكم الف عافيه. الله يعافي لياك. عن جد عجبتك اكيد امي؟ بتطير العقل كثير حلوه. ان شاء الله موفقين يا رب. يا الله يسلمك. ما احلاهم هالشباب، شوفوا شو بيطلع معهم. اي والله ماما شازنا لك الصاجيه. ها لا 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 انا ما دخلني. ايش اول عندك مين يشتغل لك؟ لا طبعا ما بنعذبها لامي، انا شو عم بعمل يعني؟ تفضل تفضل استريحوا. اهلا وسهلا. يلا شربونا شيء. هلا بدي شرب كل شيء. يلا 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 كثير حلوه فعلا. عادل هاد مو عناد؟ مين عناد؟ مدير المطعم اللي كان بيشتغل فيه رامي. ايه هذا اللي كانت خانقه هو وياه دايما. هو بعينه العمى شو جايبه لهون. والله اشتقت كلها. شو ما في اهلا وسهلا؟ اهلا وسهلا بيقولوا لك يا هالشباب بالصاله او برا اذا بدك. هذا الكلام بتقولوه للضيوف. أنا مو معتبر حالي ضيف، أنا من أهل البيت. ولا نسيت العشرة؟ والله كان بودي، بس أنا هون معي رفقاتي شركة يعني. هلا أنا أكيد حيتعاملوا معك إنك ضيف، وأنا رأيي من رأيهم. هذا الكلام بالنسبة لإلهم، بس بالنسبة لإلك أنا بضل معلمك. يعني معلم على عمالك بالمطعم ويا دوب. هون أنت ضيف. معزز مكرم بيقولوا لك الشباب اهلا وسهلا اذا بدك تضيع. بكل حال انا عملت بأصلي وجيت لبارك لك، مع انك ما بتستاهل. ان شاء الله الف مبروك يا رامي بيك. خير. أهلين سيد نوار. كيفك سيد عادل؟ أهلا سيد نوار. تفضل. كيفك يا ريهام؟ عمو ريهام شوفي أمك كانت عم تسأل عنك من شوي. تفضل تفضل عاد. تفضل تفضل. أهلا وسهلا. كيفك؟ يا أهلا. إذا وجودي هون عم بيعطلك روح ارجع على شغلك وخليني هون. يا حبيبتي روقي شو صار لك؟ يعني أبوكي ولؤي عم يعملوا هالشي بكيفهم؟ غصب عنهم؟ أي ومين اللي ضربهم على إيدهم حتى يسلموا عليه؟ يعني هلأ بدي أطلع أنا الشيطان وهو الملاك؟ ما عم بفهم. أي هو اشترط هيك؟
إنه إذا بده يقبل اعتذارك برات المكتب لازم تضل علاقته فيهن كتير منيحة، وحتى المهنية. يعني لؤي بده ينشر قصائده مع لوحات أبوكي عنده، وأنا روايتي بدي أنشرها على فصول كمان. تاركيني هيك مثل الهبلة ما خبرتوني بهذا الشيء؟ ما بدي أعرف الضريبة اللي بدي أدفع لهذا الحرامي نوار؟ حبيبتي يا قلبي رؤي، أنا أعصابي فرطت عنك، ليه عم تنزعي فرحتك بهذا اليوم؟ خلنا نتجاهله وفهمي على أبوكي ولؤي. بدي روح قلعه. لا ريهام، بدك تهيني أبوكي ولؤي؟ أنت عقلي أكبر من هيك. إيه الصبية اللي كانت مع رامي مين؟ هاي خطيبته. في شيء؟ هاي خطيبة رامي؟ إيه. ليه مستغرب؟ لا أنا استشبهت عليها، لأنه يعني هو بده يتجوزها هاي؟ إيه خطيبته يعني بده يتجوزها، شو عادي. أساس إنه هذا الموضوع انتهى من زمان. أكيد انتهى، وأنت بتتفهم موقفها. إيه بس المفروض هذا الموضوع صار ورانا. شرفت. شكرا كثير لك. اهلا اهلا اهلا. مرحبا. يا مرحبا. شفت على الفيس انك عامل معرض هون؟ ايه والله. بتحبي تشوفي؟ ايه اكيد. تفضل. ريهام بنتي. هلا اهلا وسهلا. استاذه هناد الروائيه زوجتي. تشرف. اخي بالله سامر. سامر صديقنا ومن اصحاب المشروع. فرصه سعيد. شرفتي. رشا مهتمه بالفن التشكيلي وحابه تعمل لفه بالمعرض. بالاسم. شرفتي. طيب تعالوا نطلع لبرا نشوف الشباب شو عاملين. سبقوني انتوا هلا بلحقكم. طيب يلا. كان من تضايقت شوي؟ لا من شو بدها تتضايق ماما؟ أبعد ما يكون عن هيك مواضيع. شو؟ كتير حلوة هيك دغري من أول نظرة. كتير حلوة باينة من أول نظرة. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.